نروح للظاهرة الأولى بما أنها ظاهرة أهلاوية، نجي لك أنت كابتن مجدي، وهي ظاهرة الأهلي والأهداف بلس 90. اللي هو في الوقت القاتل من المباريات الأهلي يهدف، وشفنا مباريات، شفنا اتحاد سكندري وشفنا سموحة مؤخرا قبل منهم الإسماعيلي قدامك اهو. ايوه كابتن، اتعادل في بلس 90، اخذ نقطة من الإسماعيلي في الدقيقة حاجة و90 قدام حضرتك اهو. ايوه ده في بداية الموسم مظبوط، واخد بالك؟ كان اللاعب اعتقد اللي جابه كان محمد شريف. ده في الترسانة في كأس مصر احمد الشيخ بلس 90 وفازوا 3-2 بالعافية. مظبوط، برضه احنا بندردش مع الجمهور، والجمهور يبقى فاهم برضه والناس تبقى فاهم. ده قدام الداخلية قدامك اهو، وتعادل في الدقيقة 96 واخد نقطة ايمن اشرف من الداخلية. كانت الداخلية في جعبتها 3 نقط لغاية الدقيقة 96 وكسبوا طلاع الجيش بعلي معلوم بالنقطة اهي. وده الاتحاد السكندري كان 0-0 وعلي معلول برضه في الدقيقة 92 يجيب الهدف. ها، وبعدها طلاع الجيش وبعد كده صالح جمعه عزز بقى الفوز، لكن الفوز جه في الدقيقة 92. طيب ده يعني قدام طالع الجيش. مظبوط، ده حاجة و90 برضو علي معلول بعد ما كان متعادل 1-1 أخد 3 نقاط كلها نقاط أحدثت الفارق. هنا الإعداد عامل سؤال، وده سموحة أخيرا طبعا. طبعا دقيقة 98 أول امبارح، أول امبارح 3 نقط بدل نقطة. يعني لو عديت النقاط اللي جمعها الاهلي في كل المباريات دي هتتجاوز ال 12 13 نقطه بالظبط. طيب هنا بقى السؤال، هل فوز الاهلي الصعب في المباريات دي امر متوقع فنيا، ولا هو تراجع بصراحه؟ سؤال حلو قوي في مستوى النادي الاهلي بصراحه. سؤال حلو. اتفضل. هو طبعا مش هو امر متوقع. يعني ايه امر متوقع؟ طول ما المباراه شغاله الفريق بنحاول يجيب جوان في اي وقت طالما الحكم ما صفرش بنهايه اللقاء. طبيعي، ودي ميزه عند النادي الاهلي. النادي الاهلي بيلعب للثانيه الاخيره. النادي الاهلي ما بيرميش الفوطه الا بعد ما الحكم يصفر. تمام، ودي احدى الميزات في النادي الاهلي، لكن هي زايده قوي هذا الموسم. ايوه، مش قادر النادي الاهلي يحسم المباراه في الوقت الاصلي في معظم المباريات اللي حضرتك قلتها، الاسماعيلي وطلاع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والترسانه كل دي ماتشات من المفترض ان النادي الاهلي ينهيها مبكرا ويخلص عليها بدري. صحيح، ما ينفعش انه يستنى دائما للوقت بدل. كان ممكن الكره دي جيرالدو ما يعرفش يحطها او تقلش من على رجله خلص الماتش، يبقى طبعا الموقف ايه؟ موقف خلاص. يبقى انت في ال 97 دقيقه اللي فاتوا ليه ما حسمتش؟ ليه ما حط؟ يعني هو طبعا في حته فنيه يا كابتن مدحت. أيوة في الموضوع. ايوه ان المدرب مش قادر يخلي لعيبته يخلصوا الجيم قبل الماتش. مش قادر المدرب. يعني المدرب طبعا. ما هو المدرب يا كابتن، المدرب بيحرك اللعيبه وهو اللي بيعمل التغييرات، وهو اللي بيقول مين يتحرك من اليمين ومين يتحرك من الشمال، وامتى يبقى فيه نقاط ضعف ونقاط قوه في الفرق اللي قدامي. يعني النهارده انت بتتكلم على ماتش سموحه. فرقه سموحه كانت متواضعه جدا في مباراه النادي الاهلي، جدا لا تستطيع الصمود لحد الدقيقه 90 حتى. لا ابو 10 دقايق وربع ساعه بس على كده. هو 25 دقيقه في بدايه اللقاء، ثم ما شفنا سموحه. بعد كده كمل النادي الاهلي سموحه بيدافع، النادي الاهلي بيهاجم. صحيح، النادي الاهلي بالهجوم اللي عنده ده كله والاسماء اللي عنده والارقام بتاعت اللعيبه، هي مشكله مدرب. مشكله مدرب في المقام الاول طبعا. طب هل حسين الشحات افضل في الجناح يا كابتن فاروق ولا جيرالدو؟ بصراحه كان ليا تعليق صغير سريع. اتفضل. طبعا الفرق الكبيره هي تكسبك في اي وقت. مفيش حاجه الفرق الكبيره دي عندها اسمها 90 دقيقه او 95 دقيقه الدافع عنده هيجيب الجول في اي وقت. والكل ما الوقت بيقل والمسافه بتقل في نهايه المباراه المنافس بيخاف. فهتلاقيه بيدافع اخطاء، متوتر، مش قادر يظبطه. هل انت ضامن يا كابتن فاروق؟ نعم. هل انت ضامن؟ لا انا بقول على الفرق الكبيره. اصل احنا بنقول ما الزمالك كان ليه ماتشات السنه دي. الزمالك كان ليه ماتشات السنه دي بيكسب في اخر المباراه. تمام، دي فرق برايحه للبطوله. نمسك بيراميدز، الشوط الثاني بتكسب في الشوط الثاني، ما الشوط الثاني من خلال مجرى المباراه كويس، مش بيجروا دقيقه حاجه و90 الاخر. في ماتشات لبيراميدز في الاخر دقايق وبيكسبوا. لا، الفرق الكبيره هي اللي بتعرف، ما عندهاش هدف ثاني غير المكسب. ما بينزلش. مجدي كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، فرقه
دخلت المباراه وخرجت المباراه بعد 25 دقيقه. ما تقدرش تستحمل بعد كده ان هي تخش المباراه تاني، لكن الفرق الكبيره يجي فيها يقول تخش المباراه تاني وتخش المباراه تالت وتكسب. فانا بكلم عن النقطه دي ان النقطه دي مهمه جدا، او السؤال ده مهم جدا. الفرق الكبيره هي اللي بتفضل تلعب لاخر نفس، هي اللي عندها الامل في المكسب. ده الماتش الوحيد اللي بلس 90 بتاع قفشه، اول ماتش في دوري والله بغض مش يعني مش قصدي يعني انا بقول يعني الفرق الكبيره الفرق الكبيره ما بتعرفش غير المكسب. صحيح يعني، بس هل كل مره هتسلم الجره؟ لا مش كل مره، بس هو سؤالي بقى معلش عشان الوقت يا كابتن، هل جيرالدو افضل ولا حسين شحات من وجهه نظرك في الجناح الايمن؟ يعني احنا هنقيس جيرالدو عشان جاب الهدف اللي فات، لكن هو يعني انا شايف يعني اللي كان ان هو جاب الهدف اللي فات بشكل عام بره. انا شايف الاثنين، النادي الاهلي اكبر منهم. مين؟ النادي الاهلي اكبر منهم، اكبر من الاثنين. الاثنين لسه ما اثبتوش وجودهم. ما اثبتوش وجودهم ما اثبتوش وجودهم الاثنين. تمام.